مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير مشروب النعناع وعصير الحامض. اول شيء عنا نعناع، كوب نعناع غسلتهم منيح وفرفضتهم بهيدا الشكل عن العرق، كمان كوب تلج، نص كوب عصير حامض، 3/4 الكوب سكر، لتر مي مسقع. النعناع لما فردتهم حطيتهم بالفنجان، عيرتهم بهيدا الفنجان، وكمان عصير الحامض عيرتهم بهيدا الفنجان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط المقادير بقلب الخلاط، صراحة مشروب كتير كتير طيب. هلا بخلطهم منيح مع بعض. خلطناهم منيح. هلا بدنا نحطهم بأكواب. بسم الله، لونه ما شاء الله شو كتير رائع، حلو كتير. اسم الله. هيدا الشكل النهائي، واو كتير روعة، بيعطي شكل كتير حلو. ده مشروب النعناع والحامض اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.